أهلا ومرحبا بكم متتبعي ويسلان نيوز الأوفياء في برنامج نحو صناديق الاقتراع، اللي من خلال هذا البرنامج غادي نسلطوا الضوء على مجموعة من الآراء ديال المواطنين في الشارع المغربي، خصوصا شارع مكناس. في الخارج وعندي عائلة في المغرب وهما غادي إن شاء الله بحول الله غادي ينتخبوا، وحتى انا غادي نتبعهم، غادي ننتخب في غادي ننتخبو هما، غادي ننتخب حتى انا، حقاش عايش برا ما عارف شيء الوضع، ولكن الوضع العائله كيعرفوه، غادي نتبع اللي ينتخبو هما، غادي ننتخب حتى انا عليه وصافي. ممكن سي ادريس تقول لنا الراي ديالك على العزوف ديال الشباب على التصويت في هذه الانتخابات؟ هذه شنو السبب اللي خلى الشباب ما يلتجئوش وما يتسجلوش وما ينخرطوش في التصويت ديال الانتخابات ديال هذا الموسم؟ السبب كاين بزاف السببات، كاين يعني كاين سبب مثلا كاين اللي ما كيبغيش ينتخب، وكاين عاوتاني الشباب اللي ما خدامش وما عندوش امكانيات وما عندوش خدمه ما عندوش شغل، خصو ينتخب على حسب هادشي هذا، خصو يكون خدام ويلقى خدمه ويخدم على راسو تيكون فرحان وتنتخب بكل فرح، ولكن اذا كان مقهور وما عندوش ومشاكل ديال الدنيا ومشاكل عائليه وداكشي، هادشي كيجعلو ما تنتخبش. علاش؟ تيقول لك انايا ما خدام ما ردام ما عندي فلوس ما عندي حتى شي حاجه، شكون اللي غادي يعطيني فلوس؟ اذن تيكره وتيقول لك انا ما نتخبش على حسب هاد المساله هادي. ما هي ضروري انتخاب، ولكن كاين سبب، اي بشر عنده سبب، اي واحد تيكون عنده واحد السبب ضروري السبب، ولكن خص يقول السبب شنو هو، اي واحد خص يقول السبب ديالو شنو هو. كاين اللي ما يبغيش ينتخب، كاين اللي كينتخب، كل واحد وظروف ديالو، الله يحسن العون كل واحد.